عندي ثلاثة ولا أربعة تساؤلات. أولا، ما مصير البنايات اللي بنات قبل 2008 وصاحبها ما قدمش ملف تسويه؟ زوج، ما مصير التجمعات السكنية التي شيدت على أراضي الدولة منذ مدة وهناك اللي قدموا ملف التسوية وكاين اللي ما قدمش ملف التسوية؟ كيفاش نتعاملوا مع هذا لو كاس؟ حاجة واحدة أخرى، كنا رؤساء مجلس الشعبية البلدية، دونك حنا نديروا شبكة صرف صحي، طرقات، تبليط، تعبيد، دونك كيكون مجمع في هذا القانون الجديد يدين أو يدين كل مسؤول يعني يقوم بالربط ولا يقوم اتيستاسيون ديكزيستونس دون هابيتاسيون إليسيت. دونك حنا كي نلقاو التجمع سكني من 74 تنشأ دون مانيير إليسيت على أراضي الدولة ويطالبوا بشبكات صرف صحي ولا تعبيد طريق ولا الربط بشبكة الغاز ولا الكهرباء، علما أن قبل هذا القانون الدولة كانت تربط بشبكة الغاز ولا ليليكتريفيكاسيون ولا ريزو داسينيسمون ولا لي ريفاتمون. دونك يا هل ترى نحبسوا في النص نكملوا كيفاش نديروا؟ وكاين وين دي كا دي كونستركسيون إليسيت دون دي بيريمتر أوربان ويجيب لك دو تيموان صح ولا ماشي صح، ربي هو عالم ويقدم الملف من أجل التسوية. دونك كيفاش نتعاملوا مع هذا؟ وكاين مشكل واحد اخر، فانا نخص البلد هي تاعي ولي كومون لي ميتروف لي تير فيرسي او اف ان ار الثوره الزراعيه، الفون تاع الثوره الزراعيه، تلقى واحد يروح يدير ديفريشمون لا ناتور دو تيران سوا ديزون ريزيرفي على النشاط الفلاحي. كيفاش نديروا في هذه النقطه اوسي حنا كرؤساء بلديه؟ بروح هذا القانون دونك رانا سي لو بارشوك، مي هل ترى كان هناك مرافقه؟ كي تروح واحد الى ديبونسي كومبيان دارجون تروح لعندو تحبسو، اسكو عندنا حمايه؟ اسكو نديبلاسي وحدنا؟ اون با با. فهاد يعني لازم جاب لي ربي لازم تكون اجراءات مرافقه لهذا القانون فيما يخص الحمايه، باسكو تهدم الواحد ان ار بلس دو توت سا في لا كونستروي تروح تهدم له، جاب لي ربي صعيب باش تسلك. دونك ان نطرح مشكل تاع حمايه رؤساء البلديات والموظفين العموميين اللي يقوموا بهاد لي كونستا. دونك جاب لي ربي لازم ننسيستيو على هاد لو بوان، باسكو حنا رؤساء بلديات عندنا عهده 5 سنين 3 سنين اكسيتيرا، ومن بعد غدوه من غدوه اون سارا بور شاسي دو بوان لوتر، انت اللي هدمت لي، انت اللي كذا، انت كذا. دونك لازم يكون تكون اجراءات الحمايه ان بو بلوس لهاد الاعوان العموميين اللي كونستاتي واللي ينفذوا. باسكو حنا بوركوا جو جينسيست ان تي بو، باسكو بوتيتر سيد الوالي يتحول ولا رئيس دائره يتحول ولا تاع الامن يتحول، بصح حنا ما نتحولوش، حنا رانا هنا زايدين منا دونك ما نتحولوش. دونك هذا المشكل لو يتبعنا الى يوم الدين. دونك ماذا بين الدوله تشوف كيفاش نلقاو ان كونسنسوس ماشي نتهربوا من المسؤوليه. حنا في هذه البلاصه اون اسيوم نو ريسبونسابيليتي، ماشي مشكل، مي لازم يكون شويه مرافقه، يكون شويه دي مويان بور نو بيرميتر داكومبلير هاد لاطاش كي كومبلكس معقده جدا وارث من لي زاني 70 ولا من الاستقلال اليوم. دونك لازم تكون اجراءات واليات لتحمي الاعوان العموميين اللي تدخلوا في لو تيران. السلام عليكم.